بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. طلابي الأعزاء، طلاب الصف في المدرسة الفلسطينية في دوحة العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية، ونكمل اليوم مع قصيدتنا، قصيدة إرادة الحياة للشاعر شاعرنا أبو القاسم الشابي. وقلنا في الدرس السابق أن الشاعر أبو القاسم الشابي، ذلك الشاب المنتسب إلى قرية الشابة في تونس الخضراء، ولد فيها وتوفي في تونس بعد مرض، وهو في ريعان شبابه في عمره، كان عمره 25 سنة عندما توفي. في هذه القصيدة هذا الشاعر الشاب الثائر، الثائر على المستعمر، الثائر على الظلم، الثائر على الاحتلال، الثائر على كل ما هو خطأ، وكل ما هو عيب، وكل ما هو ذل، وكل ما هو ظلم. لا يأب نفسه عربية تأب الضيف، الشاعر أبو القاسم الشاب. في هذه القصيدة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق، بأن الشاعر ثائر يدعو الشعب عامة ويدعو كل فرد من هذا الشعب إلى الثورة ضد المستعمر. وفيها عظم في تلك القصيدة في مطلعه، عظم من إرادة الشعب، ودعا الشعب إلى تحقيق الرفعة والسمو والمجد. فالشاعر شاعر الخضراء كما يلقب، شاعر تونس الخضراء، إذن يدعون في هذه القصيدة إلى الثورة ضد المحتل والمستعمر، وبذل القائد والنفيس لهذه الثورة، والنثور أفرادا وجماعات. فكان في المقطع الأول إذا عندما قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. من أعلى الشعب، من أعلى الشاعر، من إرادة الشعب. وقال وعبر فكرته التي عبر عنها في هذه القصيدة، بأن الشعب إذا أراد الخلاص من الذل، وأراد الخلاص من المستعمر والاحتلال، وسعى لذلك الهدف، فإن القدر سيكون معه بإذن الله تعالى. فالشاعر يعلي من إرادة الشعب ويعظمها. كذلك الشاعر يحب الإنسان الطموح، الإنسان المجتهد النشيط المندفع إلى الحياة. قال إن الإنسان الذي لا يكون كذلك وزنه وزن بخار الماء، سيتبخر في جو هذه الحياة ويندثر. هذا في المقطع الأول. وهنا قصد الشاعر من الليل الظلم، الاحتلال، المستعمر، وقصد من القيد السجن. أما في المقطع الثاني: كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الحجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب له صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا البيت الأخير في رواية: ومن يتحيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذن في هذا المقطع الطبيعة حاك الشاعر، والشاعر يقرأ رسائل الطبيعة ويفهمها بأنها ماذا؟ بأن الطبيعة والكون يحب الإنسان الطموح ذو الهمة العالية الذي يركب كل جواد وكل ما يستطيع لتحقيق هدفه، ولا يعرف التردد أو الحذر أو الخوف. فهذا هو الإنسان القوي، هو الإنسان الذي سيثبت وجوده الحياة وسيحقق حريته وهدفه. وقلنا يرى الشاعر في الريح هي الثورة، دمدمت الريح، زمجرت الريح، هبت رياح الثورة بين الأراضي، الفجاج، فوق الجبال، تحت الشجر، كله. إذن فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقول الشاعر المتنبي. فهذا المقطع يعني الفكرة العامة له، لأن الشعب إذا الشعب عامة حتى الفرد خاصة إذا ما طمح إلى أمر عظيم
فسيحقق هذا الأمر، إنما طمح له وسعى له فسيحققه، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. الآن يا أعزائي الطلاب ننتقل إلى المقطع الثالث، ننتقل الآن إلى المقطع الثالث. يقول الشاعر في المقطع الثالث وموضوع درسنا اليوم: فعجت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، وأطرقت أسقي لقصف الرعود وعسف الرياح ووقع المطر. فعجت بقلبي دماء الشباب، الشاعر شاب طلاب الأعزاء، دماء الشباب والثورة تجري في عروقه، من بالكم أن الشاعر لما كتب القصيدة كان عمره تقريبا 23 سنة تقريبا، ليس كمن لو كان عمره 60 سنة، ولو أن هذه القصيدة كتبها الشاعر عمره 60 أو 70. شاب ثائر طموح هم عالية، فثارت على هذا معنى كلمة عجت، ثارت بقلبه دماء الشباب، وضجت أيضا أحدثت فوضى مع صوت الضجيج، الفوضى مع صوت ماذا رياح أخرى، ما هي هذه الرياح الأخرى، ماذا يقصد بها الثورة؟ واعترفت أسقي لقصف الرعود، الإنسان الشاعر يستمع إلى أصوات الثورة القادمة كما يستمع الإنسان إلى أصوات العاصفة إذا حبه، ويستمع إلى هذه الثورة القادمة التي ستجرف كل ما ستجرف كل من يقف أمامها من محتل، من خائف، من عميل، من أي عائق أمامه ستجرفه وستقذفه بعيدا. الشاعر تسوق في داخله ثورة، وفي داخله عواصف ورعود وأمطار في أمطار ثورة، وينتظر أيضا الثورة القادمة من أبناء جيله من الشباب من غيره الذين سيغيرون وجه الأرض، سيغيرون وجه البلد، وسيبنون وطنا جديدا، وطن المجد، وطن العز والكرامة. هذا هو المقطع، المقطع الثالث. ونلاحظ إذن، فإذا ما سألنا بعض الأسئلة عن هذا المقطع، ولنبدأ معا. ما الذي حرك في نفس الشاعر القوة والعزيمة؟ المقطع الثالث اللي هو بيتي، الذي حرك هو دماء الشباب، دماء الشباب ورياح الثورة التي عبر عنها برياح أخرى، يعني يقصد بها رياح الثورة، هذا ما يقصده رياح أخرى. فالذي حرك القوة في نفس الشاعر والعزيمة هو دماء الشباب، رياح الثورة القادمة، وهي ما قصد به برياح أخرى. ما الذي يثير قصف الرعود، عزف الرياح، وقع المطر في نفس الشاعر؟ ماذا يثير؟ يثير، وانكم عرفتوا الجواب، يثير الإصرار على الثورة، يثير الحماس لها، يثير أيضا يعني الرعود والأمطار، يعني إشارة خير، الموسم إيش؟ لموسم خير، سيكون نهاية الحصاد. وماذا يريد الشاعر أن يحصد؟ أن يحصد الحرية، يريد أن يحصد الكرامة، العزة، هذا ما يريده الشاعر الشاب أبو القاسم الشاب. إذن ما الذي يثير قصف الرعود؟ ما الذي يثير حسف الرياح؟ ما الذي يثير وقع المطر؟ الإصرار على الثورة، الحماس والاندفاع لها، الأمل بها، هذا الذي يثير. إذن هذا بشكل عام محن الأبيات. يعني لو ننتقل إلى دراسة الجمل والتراتيب والأساليب البلاغية، نبدأ بقولي عجت بقلبي دماء الشباب. لو أردنا أن نضع أن ننفي هذه الجملة مع المحافظة على معناها، في ننفي الفعل عجت مع المحافظة على معنى الجملة، عجت بقلبي دماء الشباب، حرك الدم بقلبي دم الثورة دم النشاط، نريد أن ننفيه نقول لم تهدأ بقلبي دماء الشباب. إذا لم تهدأ بقلبي دماء الشباب، أنا أدرس بعض الكلمات، ما هو جمع دماء، عفوا ما هو مفرد دماء، دم، مفرد شباب، الشباب، إلى الشباب يوم نراك،
هو الشعب، نعم معروف على شعر الشعب، لكن هذه الشباب من عندي، لأن الشباب مش مبادرة الشعب، وعلى الشاب كل الأمل والرعود والرعد. عزف الرياح، عزف الرياح، ماذا شبه الرياح؟ استعارة قبلها. شبه الرياح بآلة موسيقية عازفة، شبه الرياح بمن يقوم بالعزف، استعار العزف للرياح. ضجة الدماء، أيضا استعار ضجة من الإنسان إلى الدماء. ما الآن ننتقل أعزائي الطلاب إلى دراسة بحث القواعد النحوية الصرفية التي درسناها في كتابنا هذا أو في سنواتنا السابقة، ونطبقها على هذا المقطع. ولنبدأ بالأفعال. الفعل عج، فعل ماضي مبني على الفتحة، وهذه التاء تاء تأنيث، تاء تأنيث حرف، تاء تأنيث حرف ليس ضمير، للتأنيث فقط، حتى يدل على أن الفعل قام بالتأنيث فقط. نعم، حرف لا محل له من الأعراب. دماء، عجت الدماء. نعم، الدماء هي فاعل، الفعل عج مرفوع على أن ترفعه ضمة. تعدد في قلبي، في حرف جر قلبي اسم مجرور، إذا من الأسماء المجرور قلبي. نعم، وجد بصدري، بي صدري قلب حرف جر صدري اسم مجرور. وأطرقت أسطي لقصف الرعود، اللام حرف جر قصف اسم مجرور، قلبي وصدري وقصف اسم مجرور، هذا بالنسبة للمجرورات. أيضا يجر الاسم بقي حرف جر، يجر بالإضافة، الياء في قلبي. تمام، الياء في قلبي. قصف الرعود، الرعود أيضا مضاف إليه. وقع المطر، المطر مضاف إليه. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع اللي قلنا فكرته الرئيسية. العمل بعد الحوار، الآن الشعر اقتنع بالعمل، اقتنع بماذا؟ وأكدت له الطبيعة أنها معه ومع الشعر إذا تعب. نتيجة حوار الشعر والطبيعة المزيد من العمل، المزيد من العمل بعد إيش حوار هذه الطبيعة؟ الشاعر اندفع الآن إلى العمل بما آمن به. نتيجة حوار الشعر والطبيعة والمزيد من العمل. هذا بالنسبة للمقطع الثالث. انتقل أحبتي الطلبة إلى المقطع الرابع. وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، هو الكون حي يحب الحياء، ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلحم ميت الزهر. حقيقة الشاعر في هذا القصيدة يقول أبيات حكمة، الحكمة مليئة، قصيدة مليئة بالحكم والموهبة الحسنة صراحة، والتشبيه البليغ. صدرت من الشعر أن الذي كتب القصائد هذه إنسان مخضرم في الحياة، كبير في السن، جرب الأمور حتى استنتج عليه حكمه. الشاعر هنا لاحظ، نلاحظ يسأل الأرض لما رأى الأرض تطوي في بطنها الموتى، ذهب إلى سأله فسأله قال يا أم، ويقصد بها الأرض، خاطب الأرض بالأم، مصدر كل شيء كما الأم مصدر مصدر الإنسان، والأرض كذلك، والأم مصدر الخير والعطاء، فالأرض كذلك يا أم، لماذا تكرهيننا؟ لماذا لا تحبين البشر؟ الشاعر يسأل أم، ماذا كان جواب الأرض؟ ماذا كان الجواب هذه؟ هل هي فعلا تكره البشر؟ ماذا كان جوابه؟ قالت له يا بني أبارك أحترم أقدس أعظم أهل الطموح المقامين، من يركبون الأقطار، من لا يخافون في الله لومة لائم، لأن تبارك الأرض في أولاد لما؟
لأن الكون حي، لأن الكون يحب الحياة، لأن الكون يكره الكسول الخمول الميت. ويقصد الميت من الكسول الخمول. كنت أنا أقدس الطموح، أقدس الإنسان المطامع أن يركب الخطر من لديه هدف يسعى إلى تحقيقه، فإني أكره كذلك الضعيف، فإني أكره الكسول. ثقيلا كان أو كبيرا، هذا قانون الحياة، قانون الطبيعة، يقول الشاعر. ما هو الدليل؟ الدليل في البيت الأخير، انظر، يقول العربي الشاعر: هل الطير يبقى له مكان في الجو عندما يموت؟ لا، سيخر ساقطا إلى الأرض وتأكله الوحوش. هل الطير الضعيف الذي يستطيع الطيران له مكان في الأفق؟ لا. هل الطير مكسور الجناح له مكان؟ لا. والأفق يرفض الضعيف، يرفض الطير الضعيف. كذلك هل رأيت نحلة تمتص الرحيق من زهرة ذابلة، من زهرة ميتة يابسة؟ لا. فالنحل لا يأخذ رحيقه إلا من أجمل الزهور. هذا دليل يؤكد الشاعر على أن الكون حي، أن الكون يحترم الأقوياء. وكما قلنا في الدرس السابق، إن لم تكن ذئبا أكلتك الكلاب. إذن يا أم، هل تكرهين البشر؟ لمن وجه الشاعر لنا هذا السؤال؟ للأرض. لماذا؟ لأنه رأى الموت يطوي الناس في بطنه، لأنه رأى الموت يطوي الناس في بطنه. بما أجابته الأرض على تساؤله؟ بأنها تبارك الكبار الأقوياء المقامرين. بما وصف الشاعر الكون في آخر قصيدته؟ وصفه بأنه حي، يحب الحياة، يكره الموت، كأنه إنسان. من الذين يحتقرهم الكون ولماذا؟ أن الكون يحتقر كل من يرضى بالذل، كل من لا يحرك ساكنه في هذا الأرض. هذا هو الذي، هؤلاء هم الذين يحتقرهم الكون. وماذا قصد بالميت في البيت الأخير؟ قصد الذليل، الذليل الضعيف، يعني حتى وإن كان حي، فإن وجوده وعدمه سواء. ننتقل الآن إلى بعض التطبيقات. فضد يحتقر يعظم، ضد يحتقر يعظم، ضد يحتقر يعظم. أما مفرد النحل فهو النحل كما تعرفون، مو سهل بالنسبة له. الزهر هو الزهر. أين أسلوب الاستفهام في المقطع السابق في قوله هل تكرهين البشر؟ طيب أين أسلوب النفي؟ أسلوب النفي قوله لا الأخوة، لا الأخوة، فلا الأخوة، أداته لا، أداة النفي لا، سواء في الأول أداة الاستفهام. الكون يحب، لماذا شبه الكون؟ الإنسان الذي يحب استعار آلة الأرض، أيضا استعار شبه الأرض الإنسان الذي يقول أو يتكلم. ركوب الخطر شبه الخطر بالحصان، بالمركب، بوسيلة النقل التي تركب. الأخ يحضن شبه الأخ بإنسان له أيدي ويحضن. إلى بعض التطبيقات النحوية والصوتية طلاب العزاء على هذا الدرس. لدينا من يستند ركوب الخطر، من هنا اسم موصول، نعم، بمعنى الذي، يعني يبارك الذي يستند ركوب الخطر، لكن استخدم حرف الاسم الموصول من بدل الذي، فمن هنا موصولة. أيضا هنا وردت بعض المنصوبات في المقطع السابق، مثل البشر في قوله هل تكرهين البشر؟ البشر مفعول به للفعل تكره، تكره الأرض البشر، لو قلنا غير فالأرض هي الفاعل، لكن عبر هنا عن الفاعل بالياء، فعل تكرهين الأفعال الخمسة.
والياء ضمير متصل في محرك فاعل، والبشر مفعول به، تكرهين البشر. يستلذ هو ركوبة، فركوبة أيضا مفعول به. يحتقر الميت، إذا الميت مفعول به، يحتقر هو الميت. طيب الآن لو طلبت منكم طلاب الأعزاء أن نضع مفعول مطلق لهذه الجملة، نكمل هذه الجملة بمفعول مطلق. أخذنا الآن في المنصوبات، أخذت المفعول به، أريد مفعول مطلق. يحب الكون الحياة، حبا. يحتقر الناس الكسولة، نريد أن نضع مفعول مثلا استهانة به، احتقارا له. لا، إذا قلنا احتقارا يكون مفعول مطلق، يحتقر الناس الكسولة احتقارا، هذا أصلا مفعول مطلق. يجب أن نضع مصدر قلبي لكنه ليس من لفظ الفتح، فيحتقر الناس الكسول استعانة به. المجرورات، ننتقل من المنصوبات إلى المجرورات. لدي مضاف إليه في قولي ميت الطيور، الطيور مضاف إليه. ميت الزهر، الزهر أيضا مضاف إليه. أطلب منكم الآن أعراب، بعض الأسئلة نعرضها فقط. من الأعراب نريد أن نعرف كلمة أم، يا أم، طبعا عرفتم الجواب، اسم منادى مبني على الضم. أعراب تكرهين، منذ قليل تكلمت عنها، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والمخاطبة ضمير متصل في محرك فاعل. ما هي فكرة هذا النص الآن، فكرة هذا المقطع الرابع؟ قانون الكون، قانون الطبيعة، البقاء للأقوى، البقاء للأقوى، الاحترام، كل الاحترام لمن؟ للطامحين الثائرين. إذا قانون الكون الاحترام للطامحين الثائرين، قانون الكون الاحترام للطامحين الثائرين، هي فكرة هذا المقطع. لذلك نقول قد انتهينا من القصيدة، من دراسة القصيدة الفنية ودراسة بلاغية ودراسة أسلوبية ودراسة قواعد نحوية وصرفية. هنا قصيدة قسمناها إلى 4 مقاطع. عنوان القصيدة إرادة الحياة، شاعرها أبو القاسم الشابي الذي توفي أيضا شابا، يدعو فيها القصيدة بشكل عام إلى الثورة ضد المستعمر، يدعو إلى الثورة ضد المستعمر، يدعو الشاعر إلى الثورة ضد المستعمر. قسمناها إلى 4 مقاطع. المقطع الأول تعرض فيه إرادة الشعوب، في المقطع الأول. في المقطع الثاني يدعو الشعب ليش؟ للإنسان يكون أن تكون عزيمته قوية، لأنه على قدر عزيمته تأتي مكارمه، تأتي نتائجه. في المقطع الثالث اللي هو عبارة عن بيتين، الشاعر بعد أن حاول طبيعا دفع إلى المزيد من العمل، إذن نتيجة تأمله في الطبيعة المزيد من العمل، هذا المقطع. المقطع الرابع اللي انتهيت منه منذ قليل، الاحترام، كنا كل الاحترام للطامحين في هذا الكون. أعزائي الطلاب، إذا أردنا أن نبني وطننا، إذا أردنا أن نحقق الرفعة والسمو والمجد لنا ولوطننا ولأهلنا ولمجتمعنا، إذا أردنا أن نسود كما ساد أجدادنا، فلا سبيل لذلك إلا باتحادنا مع بعض، إلا بتكتل الشعوب، فإن في هذا الزمن هو البقاء للأقوى. والمتفرقون، الناس المتفرقة، يعني هؤلاء ضعاف، هؤلاء ضعاف في محب عفيف، تتغادفهم الأمواج وتتغادفهم وتنثرهم الرياح. فلذلك لابد أن نتكتل ونجتمع مع كافة الشعوب العربية والإسلامية، لابد من الاتحاد، فإن في الاتحاد قوة. فإذا اتحدنا ووحدنا أهدافنا، أهدافنا واحدة، إذا اتحدنا عليها وعملنا لها سوف نسود كما ساد أجدادنا، وسوف نتخلص من أي محتل، من أي مستعمر، سوف نعيد مقدساتنا المسلوبة. كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى سنحققها. فالشاعر هذا الشاب الثائر يدعو إلى الثورة ضد الظلم وضد المستعمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وإلى أن ألقاكم طلابي الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، أتمنى أن تدرسوا هذا الدرس، أتمنى لكم دائما وأبدا كل المتعة والفائدة. نلقاكم في درس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.